في عنا قمر، راح نجرب على السلندر. ناخد هيليكس. طويلة شوي هاي. اوكي، فعنا امر ضمن البوليجون شيء اسمه اكسترود الونج سبلاين. فهو شو راح يعمل؟ اكسترود الونج سبلاين. اوكي، بيك سبلاين. تمام، هلا عمل اكسترود، عم يعطينا امكانيات حلوه اللي هن هون. اذا واقفين عم تقروا هون، تيبر اماونت، تويست، والتيبر كيرف. فممكن اعمل لها تيبر، ماشي، ممكن اعمل لها كيرف، سوي السطح اللي انا بلشان منه كبير، لذلك ما ساعدني. فهيك بتصممها شوي التنعيم بعده. تمام، ممكن تعملوا منه عناصر صمد، ممكن كتير شغلات يعني. هلا في عنا افكار تاني، يعني كلها ضمن نفس الخط. هي كنا نحمله هيك، بس فرق التيبر هون، والسطح اللي بتكونه منه يكون شو صغير، بعدين بنعرضه بالتيبر. كلهم هيك، هي مسقطه من شو، ممكن نوصل له من ان جون. تمام، نعمل له فيلت وبعدين تيبر. ماشي، هون كلها تشامفر سلندر. حابين تعملوا زخارف، اخذناها هون، فما في شيء جديد يعني. هلا انت المفروض اي صوره تطلع عليها واقعيه كانت او 3 دي تقدروا ولو بذهنكم تكونوا فكره عن تصميمها. في عنا كمان امر تاني ما حكيت وكمان بيلزم لنا، شيء اسمه كريت شيب فروم سلكشن. اخذنا شيء كمان من ضمن البولي، ممكن يلزم لكم. مثلا ممكن يكون انا مقطع شباك او مفرغ، كونفرت تو بولي، فنحن ممكن ناخذ هذا الضلع وهذا الضلع الت ال، اوكي، ونعطيه شيء اسمه كرييت شيب فروم سلكشن ضمن اوامر شو البولي. فانا مجرد ما اضغط هون عم يقول لي شيب تايب، بدك النقاط تطلع سموث ولا لينير خطيه؟ فلا، نحن بنقول له لينير. شو صار عندنا هون؟ كأنه طلع السيجمنت صار شيب. طبعا انا اللي استفدت منه هون انه ممكن هون ادخل اعمل له انيبل انيبل، عندي تفصيلة معينة بالكتلة ممكن استفيد منها بهالشكل هذا. واضحة الفكرة؟ هي مهمة كمان، بس ضمن هالافكار هاي تقدروا تكونوا يعني بكل اريحية التمرين.